أنتوني محفوظ، هاي كيفك؟ أخبارك؟ من القرمة برا لجوا واو، يعني كأنه حبيبي. مش معقول الديزاين، الموسيقى، الكولرز، السمبلسيتي، الكلاس، الفيناس، واو. نحن وين هول شو؟ أهلا وسهلا فيك بمؤسسة نهر الأردن. مؤسسة نهر الأردن هي مؤسسة تحافظ على تمكين الأسرة والمرأة وحماية الطفل طبعاً. المؤسسة إلها سوشيال انتربرايزز اللي هي مشاريع إنتاجية، منها الحرف اليدوية اللي أنت هلأ موجود فيه حالياً. عندنا ثلاث مراكز للحرف، عندنا مركز بوادي الريان لورق الموز والحلفة، وعندنا مركز ببني حميدة للبسط والصوف، وعندنا مركز بالنظيف للتطريز والنحاس والى اخره. رح نعملهم برضه نفرجيهم، وانا اكيد في كثير ناس من كل بلدان العالم رح يقولوا واو حلوين على بالنا. بتصدروا؟ بنصدر، عندنا اي كوميرس بلاتفورم موجود على البيج تبعنا. anybody can order we ship worldwide. هاي واحد من مشاريع مؤسسة نهر الأردن السوشيال انتربرايزز هو مطبخ الكرمة، وواحد من قطاعات مطبخ الكرمة اللي هو الفروزن لاين اللي احنا بنصنعه بأيدي سيدات المطبخ. عندنا حوالي 88 سيدة بيشتغلوا بمطبخنا الإنتاجي تو بروديوس كل هاي المنتجات اللي بنطرحها بالأسواق، موجودة بكل السوبر ماركت، من مسخن رولز، من كبة، سمبوسك اللي معمول على الطريقة الأصلية، طريقة أمي وأمك وستي وستك، كبة بالصينية بيرسونالايزد. كل هاي المنتجات بتتصنع بمركزنا بجبل النصر. بتبلش من اللون يلي مطبوخ مزبوط، ابيض من تحت، محمص شوي من فوق، برجع بتكفوا بالديزاين يلي معمولين بالايد بهذا المقلط الكتير صغير، وحده حد الثاني، وحده حد الثاني، مشغولين ماكسيموم بحب، بحنان، وكتير واضح، وحاسس انا حبهم كتير. وبتبلش بالقرشه وبالاحساس اللي بتحسه مثل الرمل شوي تحت السنين، وكل هول بعد ما كدشت انديد قد ايه طرايه، قد ايه خفيف، قد ايه معمولين بحب. بيوتيفلي دون. طعمة التيتا بمحل. احنا هون بحرفة بني حميدة او غزل الصوف، هي حرفة قديمة جدا مشهور فيها منطقة مادبة او جبل مكاور. الحرفة هاي كانت يعني من الاجداد، في منها بننتج على النول العمودي على الارض. السيدات تبع جبل مكاور ما بيعرفوا غير هاي الحرفة، هاي حرفة مش موجودة بكل العالم، موجودة عندنا. بنصنع منها بسط تراديشنال، بسط مودرن، زي ما انت شايف، سلال، مخدات، وول هانجينجز. من بعد البرمه صار وقت شو؟ الترويقه. يلا تعالوا معي. يعني فينا نقول طاوله الارض، طاوله البلد، طاوله الهيريتج، طاوله التراديشنز. بتبلش من المنقوشه، بعدين اللبنه، بعدين الجبنه، البيض، الزعتر، الزيتون، الحمص، الفلافل. يعني بعتقد هي بتحكي عن حالها، يعني قد ما خبركم عن الطاوله بعتقد هي بتحكي عن حالها بهذا المحل اللي كثير حلو. دايما اذا ناطر سوشيال انتربرايز كمان بيشغل كثير ناس، كمان بيعملوا كثير فرق. اذا عبالكم تاكلوا لقمه فيها نفس، وهيدا اهم شيء، فيها الوان، بتحط ضحكه على الوجه، صرتوا تعرفوا وين تجوا. مندوق فوت قرب لهون، طلع حتى عملوا لها اكس بندكت ومعمولين كثير منيح عن جد. واو. شطور صحتين. المكتوب قرا من عنوانه يعني. واو. في احلى من هيك؟ طلعوا قديش روعه. الرمان شوي، الزيتونات شوي، لبنه من تحت، زيت الزيتون، فستق. هاي تحفه فنيه. قطع قطع عن جد. واو مش معقول. رمان غير شكل. كمان غدا ما بعرف كيف بيعملوا، بس كل صحن احلى من تاني، الديكور، الالوان، وتفاصيل. كبه نقلبها من كبه عاديه لكبه خارج صوره، يعني واحد ما بعرف اذا بيطلع على باله ياكلها قد ما حلوه. في شغله كتير كتير مهمه، هي هاي قرنبيطه كامله، شويه طحينه، شويه رمان، شويه نعنع. والنفس بيلحقنا من وحده لوحده لوحده لوحده، الحامض المظبوط، الانجريدينتس المظبوطين، الطعم المظبوطه، وبتحسه واضح انه في ستات عم تشتغل حبه حبه. طلعوا لفه السمبوسك، شو احلى من هيك؟ كنت جاي على الاردن 5 مرات وما كنت بعرف بالريستوران، بس حالي هلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو سو ماتش. لقلدك توب نوتش. شو بعد في تبع الفلاج نسيته؟ فول فلاج طيبين، من اطيب الوقفات، سوبر 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 طيب، برافو 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 مليون تايم، عن جد واو واو واو. ماشي اكلته ما حبيته، ماشي ما فيه نفس، الالوان حتى الديكور حتى المحل برافو. جود باي. امبرسيف. ثانك يو.